تتمتع المملكة العربية السعودية بتنوع مذهل في تراثها العمراني، وتزخر مناطق المملكة بأنماط تعبر عنها البيوت القديمة في القرى والأرياف، وكذلك الحصون والقصور والقلاع المحيطة بتلك القرى والبلدات، وبعضها أصبح اليوم جزءاً من قلب المدن العصرية. إنه إرث ثقافي ثمين، لكن كيف ينمى هذا الإرث ويحمى؟ وما الذي يجب فعله من أجل الحفاظ عليه لأجيال المستقبل؟ الإجابات تكمن في مناطق مختلفة من المملكة، لكن القصة تبدأ من التحول. بات نمط حياة المدن السريع هو العرف السائد لدى معظم السعوديين الذين كانوا يعيشون تقليدياً في مجتمعات وبلدات صغيرة. المملكة العربية السعودية كلها بعد أن جاء البترول وبدأت أموال البترول تؤثر في المدن، في البدايات حصلت هجرة كبيرة من كل قرى المملكة إلى المدن. المجتمع المدني والشكل الجديد لإيقاع العصر فصل كثير في الأسر. لا يمكن المدينة، لا يمكن المدينة مهما كانت، مهما أصبحت الحياة ذات رخاء وجمال وغنى وفلوس، لا يمكنها أن تعوض قلب القرية الأبيض الجميل وحميمية علاقات أهلها وتقاسمهم يعني أتعاب الحياة وأفراحها. لا يمكن، لا يمكن. ساعد برنامج تنمية القرى والبلدات التراثية على تنمية المواقع التراثية وجعلها جاهزة لاستقبال الزوار. طبعاً ترميم تم بناء على موافقة الأهالي، وهم صراحة لما بدأنا العمل اسعدوا بما تم إنجازه من طرقات وممرات وأسواق وهذا، فالعمل هذا جعل الأهالي يقومون بترميم منازلهم من أجل التدفئة يعني. باستطاعة السياحة ترك أثر اقتصادي مهم، ولعل هذا التوجه العملي هو ما أمن دعم المجتمع المحلي. لن يحافظ على التراث العمراني إلا أهله، ولا يمكن أن تطور مسار في التراث العمراني وتعيد الحياة لأواسط المدن التاريخية إلى القرى التراثية إلى المنازل القديمة والتاريخية إلا بمشاركة الجهات الحكومية التي هي في المواقع ذاتها والمواطنين. شكلت القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين المنطلق الحقيقي للمحافظة على التراث العمراني في جميع أنحاء المملكة، وترجمت هذه القرارات في تأكيدات سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لأمراء المناطق، وأوامر سمو وزير الشؤون البلدية والقروية لأمانات المناطق والبلديات الفرعية للمحافظة على التراث العمراني، التي شكلت دعماً لمهمة الهيئة في حماية التراث العمراني وتنميته في المملكة. ومهرجان الجنادرية السنوي هو مثال مشرق لإحياء التراث الحضري المستوحى من كافة أنحاء البلاد. هذه العناية من الدولة احتاجت لمدافعين عن القضية بشكل عملي، ومن ذلك تجربة الأمير سلطان بن سلمان الذي وظف سنوات طويلة من الخبرة المباشرة في الحفاظ على المباني التقليدية، كونه أشرف شخصياً على تطوير موقع خاص به في نخيل العذيبات قرب الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، وبوصفه رئيساً للهيئة العامة للسياحة والآثار المنوط بها نظاماً حماية التراث العمراني الوطني وتنميته، يقود الأمير حملة وطنية لحماية التراث المدني حول المملكة. التراث العمراني هو أحد الشواهد، إن لم يكن أهم الشواهد لتاريخ وطن وتاريخ أمة،
وتاريخ مواطني هذه الأمة. حقيقة المملكة العربية السعودية من أغنى دول العالم فيما يتعلق بتنوعها في مجال التراث العمراني، ومرت علينا فترة من الزمن لم نكن نعتني بهذا التراث عناية حقيقية، وانشغلنا بالتحديث وانشغلنا بتنمية المدن بشكل كبير. جدة أكبر مرفأ بحري على البحر الأحمر وبوابة الحرمين الشريفين. جدة أهميتها تنبع من مكة والمدينة، لأنه مكة والمدينة هم قلب العالم الإسلامي الاثنين معا، وجدة يعتبر هو الوريد أو الموصل الأساسي، المدخل الأساسي إلى هذا القلب. يسمى الجزء التاريخي من المدينة بالبلد، وهو مثال حي وفريد على الإرث الحضري للبحر الأحمر، مجتمع حيوي من التجار والسياح. لكن البلد منطقة تحتاج إلى رعاية دائمة. ونحتاج ندخل جدة تاريخية في غرفة إنعاش سريعة، ونبدأ فعلا بعد كده ترميمها ترميم صحيح. فبالتالي في فرصة كبيرة في جدة، وهي تمثل ما تبقى من التراث الحجازي، ففي فرصة كبيرة في جدة التقاء بالعالم كله. التحديات هنا معقدة، حيث تتراوح بين قضايا الملكية إلى المهارات الخاصة التي تتطلبها عملية ترميم المباني. طبعاً هناك جهود مبذولة من الدولة عن طريق أمانة بلدية جدة، لكن أعتقد هذا لا يكفي. أعتقد يجب مشاركة أهل البلد نفسهم من القادرين المقتدرين، ويكون هناك تطوير للوضع بشكل يتلائم مع كل بيت. برغم استخدامها من قبل أجيال عدة، فإن بيوت البلد القديمة ستستمر في كونها أحد أكثر المعالم المتكاملة تميزاً في إرث المملكة المعماري. في مناطق مختلفة من المملكة هناك أساليب مختلفة للحماية والترميم وإعادة التأهيل. هنا في محافظة الغاط التابعة لإمارة الرياض، أطلقت الهيئة مشروع البلدة التراثية، مستثمرة حماسة السكان المحليين. كان ذلك جزءاً من خطة طموحة تتجه لهدف واحد. الفكرة من إعادة تأهيل الغاط القديمة هي أن يكون مورد اقتصادي للمجتمع المحلي، هذه الفكرة الأساسية. فلم تكن الفكرة فقط إعادة المنازل وإعادة ترميمها فقط، ولكن أنها تكون هناك مصدر اقتصادي ومصدر لتشغيل الأبناء المحافظة، الرجال والنساء. حتى ما يأثر على اللي تحت. زين. تقع رجال ألمع في أقصى الجنوب، وتحديداً في جبال عسير، وفي هذا الركن الجبلي من المملكة تروى قصة تراثية أخرى. كما هو الحال في القرى والبلدات الأخرى، شهدت رجال ألمع هجرة سكانها البطيئة صوب المدن خلال الثلاثين عاماً الماضية. وخلال الفترة نفسها شهدت أيضاً الزوال التدريجي لعدد من منازلها الحجرية الفريدة. يبلغ العم طرشي من العمر 81 عاماً، ويمثل القوة الدافعة لإنقاذ رجال ألمع. سنوات العشرين الماضية قام العم طرشي بالكثير من أجل إعادة بناء بيوتها وتشييد مركز جذب سياحي جديد، وللعم طرشي دوافعه الواضحة. يقول الشاعر: وما قيمة الأوطان إن لم يكن لها رجال يلدون الشقاء لينفعوا.
بلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي. ولا خير في من لا يحب بلاده، ولا في حليف الحب إلا يتيم. الوطن غالي. في ركن هادئ من القرية يقع أحد المباني التي يعشقها العم طرشي. طبعاً المسجد اللي فوق يعتبر مسجد حي صغير، كان فكر العم طرشي في إعادة تجديده. طبعاً تضافرت الجهود بأنه يكون بالشكل ذا. طبعاً الفكرة الأولى كانت من العم طرشي. دائماً في علاقة بين الأرض والإنسان، طبعاً الإنسان مخلوق من طين، فلما نحن نستخدم العوامل الطبيعية في البناء أتوقع أنه في علاقة روحانية. يعني مجرد دخولي للمسجد هذا أنا أحس بخشوع يفرق عن أنه لما أخش في مسجد آخر. تنعم المباني القديمة في رجال ألمع بمدافع قوي عنها هو العم طرشي، فيما ساهمت حشود السياح التي تزورها في مواسم العطلات في جلب منافع جمة للاقتصاد المحلي. لمدائن صالح الجاذبية نفسها، حيث يزورها الآلاف سنوياً لمشاهدة المباني والواجهات النبطية الصخرية، والتي تعد بدون شك أكثر الشواهد على عظمة البناء في الجزيرة العربية. وتستفيد قرية العلا القريبة بطبيعة الحال من هذه الشعبية، حيث تجتذب الزوار إلى حيها القديم المعروف باسم الديرة. عندما نعود للتاريخ، فقبل أكثر من 1000 عام قال في كتاب، في مؤلف كتاب أحسن التقاسيم: لم يكن بالحجاز بعد مكة أعمر وآهل وأكثر خيرات من هذه البلدة. بعد قرون من السكن المتواصل فيها، هاجر سكان القرية القديمة منها في السبعينيات من القرن الميلادي الماضي. انتقل الناس إلى منازل جديدة في الطريق المقابل بفعل برامج تحفيزية حكومية، إلا أن الديرة اليوم تظهر فيها بوادر حياة جديدة بعد أن تم الكشف عن برنامج متكامل لتطويرها. وكما هو الحال في كثير من المناطق الأثرية الأخرى، للديرة مدافع متحمس عنها. زيارة البلدة القديمة في العلا هنا الديرة، صراحة كان المنظر مؤسف. انتظر البيوت يعني أصبحت أطلال وأصبحت مدمورة، فكنت أتساءل هل ممكن أن تعاد الحياة للمنازل هذه وتعيد الحياة للمدينة هذه فتكون حية من جديد. نظرتي لمن قاموا ببناء البلدة هذه أنهم عمالقة، يعني من الطرق الهندسية المستخدمة في البلدة القديمة، من تصريف المياه، يعني كعملية تصريف يعني جبارة جدا. توجه زيدان ورجاله إلى العمل، فبدأنا بالقطع من الصخور الضخمة المتساقطة من الجبال، نكونها إلى أجزاء صغيرة وننقلها في المعدات إلى موقع العمل. فبعدها نبدأ يعني بنفس الطريقة القديمة في بالأزاميل وبالشواكيش والمطارق، يعني بالشغل اليدوي نعيدها كما كانت، يعني ونربعها نجهزها لأعمال التلميم كما كان طريقتها كما كانت يعملون فيها في السابق وطريقة قديما. بتكليف وتشجيع من الهيئة، بنى فريق زيدان مركزاً للزوار، ولم يكن ذلك كل ما فعلوا. قبل فترة بسيطة لو لاحظنا أن هذه القلعة التي توجد في وسط هذه البلدة كانت مهملة وكان لا يمكن الصعود إليها، والآن تم ترميمها الحمد لله. قد تعني السياحة دخلاً لافتاً بالنسبة لسكان العلا، لكن ما مدى اهتمامهم بذلك؟ والحقيقة المجتمع هنا يحتاج إلى توجيه وتوعية في أهمية ترميم القرية، وأيضا توعية في الأسلوب الأمثل والأفضل لترميمها. فالتوعية مستمرة وموجودة، والآن في قناعة الحمد لله كبيرة جدا لدى المجتمع المحلي في أهمية ترميم القرية. بينما يستطيع الزوار الاستمتاع ببعض الأجزاء العمومية المرممة من القرية، فإن الهدف
هو إعادة استخدام بعضها كمحلات ومقاه أو حتى نزل تراثية من خلال تفاعل الأهالي. الأهالي يوجد لديهم حب كبير لهذه المدينة التي سكنوا فيها وعاش بها الآباء والأجداد. هو الاهتمام، احنا نتمنى ان شاء الله الاهتمام يكون على جميع انحاء المملكه وجميع القرى في المملكه التراثيه. طبعا هي كلها ان شاء الله سواء، لكن العلا نميلها لان احنا من اهل العلا. لأربعة آلاف سنة كانت العقير واحدة من أهم الموانئ على الخليج العربي، حيث منطلق التجارة للعالم أجمع. إنه تاريخ ونمط معماري متميز يجري استلهامه مع أي تطوير لهذه المنطقة. لا بد من الأخذ بالاعتبار بإيجاد توافق قوي بين المناطق أو العناصر ذات التراث العمراني والعناصر القديمة، بحيث أنها تنسجم وتعطى شخصية مهمة للعنصر القديم ولإعطائه شخصيته الأساسية. من بين المناطق التاريخية في المملكة تحتل الدرعية أهمية خاصة في قلوب السعوديين. الدرعية مهمة جدا بالنسبة لنا السعوديين، لأنها العاصمة الأولى لهذا الكيان المملكة العربية السعودية. شكلت منطقة الطريف بالدرعية عاصمة أول دولة سعودية في منتصف القرن الثامن عشر، حيث حكم آل سعود الجزيرة العربية انطلاقاً من قصر سلوى، ولا تزال خزينة الدولة تمكث إلى جانبه وعلى مقربة من القصر. هناك المسجد الجامع والعمارة الطينية من العمارة الآن النادرة في العالم، ومن الصعوبة بمكان الحفاظ عليها، ولذلك رأت الهيئة العامة بمبادرة من الهيئة العامة نفسها على أن يكون هذا الموقع موقع للتراث العالمي. مشروع تطوير الدرعية الآن مقدم ليصبح إن شاء الله أحد مواقع اليونسكو المسجلة للتراث العالمي، وهو أيضاً موقع مهم لأن يربطنا بتاريخنا، ولكن يكون أيضاً مكان لنحاكي فيه هذه المراحل المهمة جداً في تاريخ بلادنا ومراحل توحيد بلادنا. بدأ العمل على منح الاستقرار لمباني الدرعية التاريخية ووضعها في صدارة مشروع جديد شامل. هدف من تطوير الدرعية التاريخية هو تحويلها إلى متحف مفتوح شامل يضم باستخدام الشواهد المعمارية والقصور والمباني الأثرية، إيجاد متاحف مفتوحة في الفراغات العامة وداخل المباني لتبيان وإيضاح تاريخ الدولة السعودية الأولى، ولتحويل الدرعية التاريخية إلى مركز حضاري وثقافي وسياحي على المستوى الوطني للمملكة العربية السعودية. ومن بين كافة هذه المعالم يبدو واضحاً أن خلف كل تطوير يقف الماضي بشموخ. فمشاعرنا هي مشاعر حب وانتماء إلى تاريخ، وانتماء إلى بطولات، وانتماء إلى تراث أصيل، وإلى تجربة إنسانية. أي شخص عندما يسير في هذه المواقع يشعر بانتماء ثقافي، ويشعر بأن هناك قصة خلف كل هذه الحوائط وهذه الفراغات وهذه الأزقة. ولذلك أعتقد أن كلمة مشاعر هي كلمة ممكن أن نطبقها على حبنا لتراثنا
المعماري أو العمراني في جميع أنحاء المملكة، لأنه يعكس تجربة الأجداد وتجربتنا التاريخية خلال حقب زمنية مغلة في القدم. تعلم الأمير سلطان الكثير من رحلاته الشخصية التي جالت به في تراث المملكة. حقيقة أنه من الخطأ سوء الفهم الذي حدث وحدث لي في بداية ارتبابي بالتراث العمراني، بأن المباني التراث العمراني تعتبر مباني قديمة وغير صالحة للاستخدام في هذا العصر. واكتشفت مع تزامن مع تتابع الوقت ودراساتي في هذا الموضوع وزياراتي لمواقع كثيرة، وأيضا مشروعي في هذا البيت الصغير، بأنه التراث العمراني حقيقة هو قد يكون أهم دافع وأهم محفز نحو التطوير العمراني بشكل عام. الذي حصل في هذا الاتجاه هو عندما رأيت الناس وهي تعيش في مواقع التراث العمراني وتعيش حياة مميزة وحياة جميلة جدا، فوجدنا أن هذا التحول الذي حدث حقيقة يعتبر إنجاز وطني كبير جدا. لا شك في وجود تحول جار حول المملكة، وطالما هناك أشخاص ملهمون بتاريخهم وتراثهم، فإن هذا الإرث الثمين سيبقى دائماً في أيدٍ أمينة.